احنا طبعا بدينا الماتش متراخين شوية، وللأسف دخل فينا هدف عكس اتجاه اللعب ببصة مش مظبوطة. الهدف ده أثر علينا فترة من الوقت، يعني تقريبا نص الشوط الأولاني لما الولاد ابتدت تفوق شوية وابتدينا نلم نفسنا وابتدينا نهاجم ونضيع فرص كتير، وربنا كرمنا في نهاية الشوط الأولاني جبنا هدف اتعادلنا. وبين الشوطين كلمت الولاد قلت لهم الفريق البطل اللي عايز يكسب البطولة لازم يلعب 90 دقيقة بشكل كويس وبشكل مناسب، لكن ما ينفعش كل ماتش احنا نبدأ ويخش فينا جون وبعدين نبدأ نعوض. يمكن أربع خمس ماتشات من الماتشات اللي فاتت دايما بيخش فينا جون الأول بعد كده نتعادل وبعد كده نكسب، فدايما ليه بنبدأ وحش؟ فده الكلام اللي انا قلت للعيبه الشوط الثاني، والحمد لله ربنا كرمنا اول الشوط الثاني نزلنا جبنا جونين، واعتقد ان الماتش تقريبا يعني بنسبه 90% حسم. ابتدى بقى طبعا عاده اللعيبه الدلع بقى ان كل واحد عايز يجيب جون والناس مريحه. الفتره اللي جايه دي ان شاء الله هنعالج السلبيات دي ان شاء الله. الحمد لله النهارده على المكسب، الحمد لله اللعيبه ادت اداء كويس جدا، في اخطاء بس احنا نحاول نعالجها الفتره الجايه. عندنا بيراميدز الماتش الجاي ان شاء الله، نفكر ندوس على نفسنا شويه الفتره الجايه دي الاسبوع ده عشان عندنا ماتش قوي، عندنا بيراميدز في معانا في المنافسه برضو، عايزين ان شاء الله احنا النادي الاهلي بنلعب على بطوله، عايزين ناخد البطوله ان شاء الله باذن الله، هنتعب وان شاء الله هنكسب ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله. الحمد لله على المكسب ان شاء الله، والحمد لله يعني الماتش ده خلصنا 3 نقط، وان شاء الله يعني كده بقى لنا 5 ماتشات بنكسب ان شاء الله، يعني الاهلي على طول بيدور على المكسب بس، وان شاء الله عندنا بيراميدز الماتش الجاي يعني مكسب برضو ان شاء الله.